السعودية وموجود في اليمن وموجود في بعض المناطق الأخرى في جنوب أفريقيا. ونقدر نقول بدل موجود في السودان يبقى هو الفيكتور ده constituting risk على السازرن بوردر بتاعتنا. فا it's very important to know. مش بس كده ومع الجلوباليزيشن، مش بس كده والتواصل بتاعنا مع الشرق الأوسط ومع قارة أفريقيا، يبقى حضرتك لازم تبقى competent doctor at diagnosis of loiasis and onchocercosis and know the difference and which one is more serious and why it's more serious. For any disease, for any parasitic infection, أي parasitic infection هتدرسه you have to cover certain items which is the geographical distribution. وليه مهم geographical distribution؟ علشان أعرف ال endemic areas. This is very important in the history of the patient. لما باجي أجيب لك case study أو يجي عيان يقف قصادك ها يقول لك أنا مثلا من الشرقية، فاكرين الوشريريا بانكرافتي؟ فاكرين؟ عيان قال لك من الشرقية وفي إليفانتيزيس وفي الفاكتور موجود هناك، حضرتك هتفكر على طول تقول أحط في الديفرنشال دايجنوسيس بتاعي الليمفاتيك فيلاريزيس. It's the same for any parasitic disease. That's why geographical importance is geographical distribution is very important. What is else? You have to know the hosts and the habitats of the parasites, pathogenesis and the clinical picture, how to diagnose and how to treat. And when we speak about treatment, هنتكلم على حاجة اسمها drug of choice. عادة المرض الواحد قد يتم علاجه بأكثر من دواء. بس اللي بيحصل ان في دواء يقول لك لا ده احسن دواء انا هستخدمه. امتى الدراج بتاعي اقول عليه دراج اوف تشويس؟ اقول عليه دراج اوف تشويس لو انا بستخدمه بسهوله ولو السايد افكتس بتاعته قليله والفريكونسي اوف اتس يوز قليل. يعني فور اكزامبل لو عندي دواء باخده مره واحده ويعالجني احسن من دواء هقعد اخده على مده 10 ايام او 7 ايام، بعضهم في الخزانات، بعضهم حتى زي ما قلنا لو غطى حتى ازازه like Aedes, it breathes in these small collections of water. نما بالنسبة للسيميوليوم in fast running stream. تفتكر the vector which breathes in fast running stream. تفتكر ال vector combat بالنسبة لي هيبقى سهلة ان انا اعمل control وارش insecticides. vector combat هيبقى سهلة؟ لا. يبقى انا احط في اعتباري ان السيميوليوم اللي بتنقل أونكوسيركا ان ال vector combat بتاعها مش سهلة. طب لما اقول complete metamorphosis ايه عكس الكومبليت ميتامورفوزس؟ What is the opposite to complete? Incomplete. حد يعرف اكزامبل على arthropod developed by incomplete metamorphosis؟ حد يقول لي اكزامبل؟ المرة اللي فاتت درستوا ايه مع دكتورة مشيرة؟ مايتس. وخدتوا ايه أهم مايت درستوه؟ ساركوبتسس كابياي اللي بيعمل سكيبس. يعني ايه سكيبس؟ Great. طيب السيركوبسيس كابياي how it develops the development بتاعها complete ولا incomplete metamorphosis؟ incomplete. يعني ايه incomplete؟ يعني the developmental stages of this arthropod is more or less similar to the adult stage. هتلاقي عندها لارفا شبه الادلت، نيمف شبه الادلت. That's why it's, we call it incomplete. But complete, the developmental stages are totally different. The larva is different from the pupa, is different from the adult. Again, remind you, إن أنا عندي بعد دلوقتي في السيميوليوم عندي aquatic stages. Where are these aquatic stages found? موجودة فين ال aquatic stages دي؟ عشان حضرتك لو شغلت بوقائي عايز تقاومها هتعمل إيه؟ موجودة في الفاست رانينج ستريمز. ها فين؟ في الفورستس. في الفورستس ان سنترال اند ويست افريكا. مش بس كده، فاكرين الموسكيتو كان البايتنج هابتس بتاعتها بتبقى امتى والساند فلاي؟ بالليل. سيميوليوم بتعض امتى؟ بتعض بالنهار. اند ات لاكس دارك سكين اكزاكتلي لايك كرايزبس اتراكتد باي دارك سكين. طيب يلا برضو ناخد فكرة عن الفيميل كرايزوبس اللي انتوا برضو شفتوها في المعمل. Okay. Which is the vector of لوا لوا. شايفين عندها colorful eyes زي compound eyes. وهي حجمها اكبر من الهاوس فلاي وعندها الوينج بتاعها فيه dark bands. لما اشوف الفلاي دي اخاف لانها vector of disease transmission
اسمه ايه الديزيز ده؟ لوا امتى بتعض الكرايزبس فلاي؟ When it bites. Also at day. At daytime. At daytime ده من الصبح بتعض من الساعة 10 الصبح ها لحد الساعة مثلا 2 بعد الظهر. الوقت اللي هو فيه الشمس بقى حامية والدنيا منورة قوي. Okay. طيب where it develops crisps fly develops in swamps. يعني ايه swamps؟ مستنقعات المائية. ايه المستنقعات المائية دي؟ برضو موجودة في الغابات water collections بس بتبقى شالو، بتبقى muddy and shallow، بتبقى ضحلة بيبقى فيها mud. It prefers this environment وبتتكاثر على ظهر ورق الشجر. يبقى انا دلوقتي لو هسألك سؤال اقول لك Which vector has favorable breeding sites in fast running stream? مين من دول؟ Aquatic stages بتاعته بتبقى موجودة في الفاست running stream. This is Simulium. Bravo. Which vector is the most difficult to control? حضرتك شغال في الطب الوقائي. مين أكترهم؟ برضو Simulium أصعبهم في الكنترول. هي كرايزوبس سهلة ولا صعبة؟ صعبة برضو، صعبة لأنها موجودة في الغابات والغابات دي مليانة أشجار ها وموجودة على وايد سيرفيس أريز فبرضو صعبة بس السيموليوم أصعب إن أنت تقدر تحافظ على كونسنتريشن أوف إنسكتسايدز أو تستخدم فيزيكال مينز إنك تلم تقضي على الأكواتيك ستيجز أوف سيموليوم ذيس إز ديفيكولت. طيب فاكرين الوشريريا بانكرافتي اللي كانت بتعمل ليمفاتيك فيلاريزيس فاكرينها؟ فاكرين في الكيوليكس كان التايب اوف بيولوجيكال ترانسميشن ايه؟ حد فاكر؟ سايكلو ديفلوبمنتال. طب انا هتكلم النهارده على تو فيلاريال وورمز اللي هم لوا والانكوسيركا. يبقى بالتالي ذير ديفلوبمنت ذا ديفلوبمنت اوف لوا ان كرايزبس اند ذا ديفلوبمنت اوف سيميوليوم ان انكوسيركا ذا ديفلوبمنت اوف انكوسيركا ان سيميوليوم از ايه برضه؟ سايكلو ديفلوبمنتال. وات از ذا مينينج اوف سايكلو ديفلوبمنتال؟ changing morphology بمعنى كل 1 microfilaria taken with a blood meal will change into in one infective filariform larva. لو اتكلمنا على الهابيتات بتاعت الانكوسيركا واللوا هنلاقي الادلت ليفينج فين الهابيتات اوف ذا ادلت ادلت ليفز فين subcutaneous tissue تمام يبقى هما موجودين فين subcutaneous tissue عشان كده حضرتك بتدرسهم الاول manifestations هتبقى cutaneous عشان كده حضرتك بتدرسهم في integumentary module تمام طب بالنسبه للمايكروفيلاريا مايكروفيلاريا بتاعت اللوا انا قلت ان كرايزبس بتعض بالنهار يبقى المايكروفيلاريا لو هي periodic هتبقى موجوده في الدم امتى فاكرين الوشريريا بانكرافتي ها كنت بلاقي المايكروفيلاريا امتى؟ هو الفيكتور بيعض امتى؟ بالليل يبقى المايكروفيلاريا الاقيها امتى؟ هتطلع في البلاد امتى؟ بالنهار، طب لو هي مش موجوده في البلاد بتبقى فين؟ بتروح وتقعد في اللنج. يبقى المايكروفيلاريا موجوده في البلاد coinciding with the vector habits of biting. خلاص يبقى انا امتى الفيكتور بيعض؟ كرايزبس بتعض بالنهار مش كده؟ مش بس كده والسيميوليوم بتعض بالنهار بس في فرق اللوا از بيريوديك موجوده في الدم انما الانكوسيركا مايكروفيلاريا عمرها ما بتبقى موجوده في الدم not found in the blood. اوكي. يلا كده نشوف الفرق ما بين الانكوسيركا فولفولس مايكروفيلاريا اند لوا مايكروفيلاريا. هنلاقي ان اللوا مايكروفيلاريا شكلها عامل ازاي؟ It's sheathed because it's a diagnostic stage فهي عندها sheath وعرفنا sheath ده يعني غلاف خارجي وبتتكون من نيوكلياي بس عندي النيوكلياي بتاعتها بتوصل لحد التيب اوف ذا تيل. طب انا هعرف التيل من الانتيريور بارت ازاي؟ The anterior part is rounded and the tail is tapered. يبقى اللوا مايكروفيلاريا دي دايجنوستيك ستيج دور تشخيصي هلاقيه في الدم امتى؟ لما اعمل بلاد فيلم للعيان امتى؟ بالنهار. اوكي؟ يبقى انا لازم اعمل بلاد فيلم بالنهار، افرض عملت البلاد فيلم للعيان ده بالليل
مش هلاقيها، يبقى بالتالي هقول عليها ايه؟ diurnally periodic. diurnally periodic عندها diurnal periodicity. مال بتاعه الوشريريا بانكرافتي كانت بتبان امتى؟ بالليل، يبقى عندها ايه؟ nocturnal periodicity. يبقى عكس الديورنال بيريوديستي نكتورنال بيريوديستي اللي خدناها قبل كده مع الوشريريا بانكرافتي. وات اباوت اونكوسيركا فولفلس مايكروفيلاريا؟ مال دي هلاقيها فين؟ انا عشان الاقي المايكروفيلاريا دي لازم اسحب، اخد عينه اسحبها من الجلد كويس، او اخد سكين سنيب. يعني ايه سكين سنيب؟ باجي بفورسبس كده وباخد ناتشه من الجلد. الناتشه من الجلد دي بتبقى حوالي 2 ل 3 مللي، تمام. يبقى المايكروفيلاريا بتاعت الأونكوسيركا فولفلس هلاقيها فين؟ هلاقيها في أسبريت أوف ذا سكين بسايد ذا ليجن أو سكين سنيب. ممكن ألاقيها في حتة تانية؟ ممكن ألاقيها في حتة تانية because it migrates in the eye, it migrates in the joints. Okay؟ فممكن تكون موجودة في هذه الأماكن. ممكن ألاقيها في الدم؟ ممكن ألاقي الأونكوسيركا مايكروفيلاريا في الدم؟ لا. That's why it is called نام بيريوديك. عشان كده هقول عليها ايه؟ نام بيريوديك. يلا كده نلخص بسرعه ايه اللي بيحصل لو انا هتكلم على اللوا دي كرايزوبس فلاي كونتين ذا انفكتيف ستيج ويتش از كولد فيلاري فورم لارفا. يبقى الانفكتيف ستيج اوف لوا از كولد فيلاري فورم لارفا. ليه هي فيلاري فورم لارفا؟ because it's a nematode زي الوشريريا بانكرافتي بالظبط، زي الانكوسيركا بالظبط. الانفكتيف ستيج فيلاري فورم لارفا. اوكي خلاص عملت الفيلاري فورم لارفا دي، هتخش الانسان، هتخش جسم الانسان by active penetration through the puncture wound. يعني الفيكتور اللي هيعمله انه هيعض البني ادم هيعمل puncture wound كويس. البانكشر ووند دي الفيلاري فورم لارفا از جوينج تو مايجريت. يبقى الفيكتور نوت انيكيوليتنج ذا انفكتيف ستيج، هو مش بيحقن الانفكتيف ستيج جوه، هي اللي بتهاجر بنفسها علشان تخش جوه الدم وتهاجر لحد السبكيوتينيوس تيشو تو ديفلوب انتو ادلت ميل ام فيميل. الفيميل ادلت اوف لوا لوا حجمها حوالي 7 سنتي والميل حوالي 3.5 سنتي. موجودة فين؟ موجودة migrating in the subcutaneous tissue, migrating in the eye. migrating فين في الاي؟ adult worm migrate في الاي؟ ازاي هتmigrate في الاي يا اولاد؟ it's seen migrating subconjunctival من تحت الكونجنكتيفا. هي موجودة في السكين، ممكن اشوفها حتى وهي بتعدي من عين للتانية. وهي بتعدي من عين للتانية اشوفها تحت الجلد كده. بس هي not injuring the eye، ما بتعملش visual deterioration لانها بس في الملتحمه، بتعدي تحت الملتحمه فقط، فما بتعملش visual deterioration خالص. مش بس كده ولا annoying ولا بتضايق. تخيل بقى، يبقى اكيد بتطلع secretions. السكريشنز دي very allergic and at the same time anesthetic. يعني ايه السكريشنز بتاعتها دي؟ بتخدر الجسم ما يحسش بيها، وفي نفس الوقت عبارة عن allergy. هتعمل sensitivity reaction. sensitivity reaction اللي هتعملها هتعمل حاجة اسمها dermatitis. derma يعني ايه يا ولاد؟ derma يعني skin. itis يعني inflammation زي ما خدته في الباثولوجي. فهتعمل dermatitis. مش بس كده، هتعمل كمان allergic swelling اسمه calabar swelling. اسمه calabar swelling. ايه اسم calabar swelling ده؟ جه منين الاسم ده؟ جه من المدينة اللي اسمها كالابار، والنيتف بوبوليشن اللي فيها بيقولوا عليه اسمه ايه؟ كالابار. ما يشوفوه كده ويشوفوا الدودة دي معدية يقول لك ده عنده كالابار. طب هل الدودة دي او هل الباراسايت ده موجود انسايد ذا كالابار سويلنج ده؟ لا، مش موجودة في الكالابار سويلنج. It's not found there. طيب حاجة برضو مهمة قوي، عشان هي بتعدي تحت الكونجنكتيفا وشافوها معديه تحت الكونجنكتيفا، فبرضه النيتف بوبوليشن الناس اللي ساكنه في المكان ده في السودان وفي الحتت دي قالوا عليها اسمها اي ورم، سموها الاي ورم. نيجي للانكوسيركا، نشوف بقى الانكوسيركا فولفلس هتعمل ايه. نفس الموضوع، هتيجي سيميوليوم
الانفكتيف ستيج هتبقى ايه؟ فيلاري فورم لارفا. فيلاري فورم لارفا دي هتتحول في السبكيوتينيوس تيشو انتو ايه؟ فيميل اميل. فيميل حجمها 50 سنتي، so it's coiled in a nodule. هتعمل اونكوسيركا نوديول. الاونكوسيركا نوديول ده الفيميل is coiled inside. So the worm is found inside the اونكوسيركا نوديول. يبقى الورم موجودة جوه الاونكوسيركا نوديول. عكس ايه؟ كالابر سوالينج كان فيها، لو كالابر سوالينج ما كانش فيها. مش بس كده، الفيميل ورمز دي is going to lay down microfilaria. يبقى انا لو خدت كات سكشن في الاونكوسيركا نوديول دي هلاقي جواها كات سكشن في اليوترس عندها تو يوتراي انسايد ذم از مايكروفيلاريا اند ذس از دايجنوستيك فور اونكوسيركوما اور اونكوسيركا نوديول اور اونكوسيركا تيومر. ليها كل الاسماء دي. موجوده فين الاونكوسيركا دي؟ موجوده فين؟ سنترال ويست افريكا. موجوده فين تاني؟ في البرازيل. موجوده فين تاني؟ السعوديه. موجوده فين تاني؟ موجوده في اليمن. موجوده عندي في مصر. طب بتشكل عندي خطوره؟ بتشكل. انا موجوده في السودان فتشكل عندي خطوره على الحدود الجنوبيه بتاعتي. اوكي طيب، مش بس كده بقى، المايكروفيلاريا which is let down هتروح في حته تانيه كمان، هتروح في العين، هتخش جوه العين المايكروفيلاريا، هتعمل افكشن للريتنا. عارفين يعني ايه الريتنا؟ شبكيه العين. وافكشن للكورنيا، قرنيه العين. هتعمل كورنيال اوباسيتي اند بلايندنس، فسموها ريفر بلايندنس او سودانيز بلايندنس. سموها ريفر بلايندنس ليه ريفر؟ لان اللي بيروح البحر وتقرصه السيميوليوم هناك ممكن يحصل له هذه المشكله، الانفكتد سيميوليوم. يلا كده نشوف اكزامبل لللايف سايكل بتاعه الاونكوسيركا في الهيومن. انيميشن كده. ده هتلاقوه عندكم على الاي ليرن، على السمارت ليرنينج، هنحطه لكم على الليكتشر بتاعه النهارده. ادي السيميوليان فلاي اهي ستارت تو بايتس ذا سكن. فهتاخد المايكروفيلاريا منين؟ من السكن مش من البلد. يعني المايكروفيلاريا موجوده فين يا اولاد؟ في السكن. شكرا. راحت للسبكيوتينيوس تيشو، بدات بقى. ادي الفيميل ورم اهي، هتبقى فيرتلايزد باي ميل ورمز، وبعد كده هتبدا تخرج. هي هتخرج المايكروفيلاريا. مايكروفيلاريا اتس فيفي بارس، الفيميل از فيفي بارس، بتطلع المايكروفيلاريا. مايكروفيلاريا دي هتروح للسراوندنج سكن. شوفوا هتعمل ايه وهي موجوده برده في قلب النوديول. عملت اتشنج، سيفير الرجيك رياكشن، اتشنج. مش بس اتشنج، بدا الجلد كمان لونه يغير، اسمه ليوبارد سكن. ممكن تروح لو الاونكوسيركا نوديول دي قريبه في الراس على في السكالب، ممكن تروح للعين. مايكروفيلاريا تروح للعين وتبدا تعمل كورنيال اوباسيتي اند بلايندنس، زي ما شفتوا الشفافيه بتاعه الكورنيا دي تروح خالص. تيجي انذر فلاي فيميل سيميوليوم، تعض البيشنت باي داي تايم، ها، علشان تاخد المايكروفيلاريا تحولها جواها انتو ايه؟ فيلاري فورم لارفا. شكرا. يلا يا اولاد نشوف شكل الكاليبر بقى. انت جالك عيان، اتفضل. ما هو انت عندك لارفا دخلت، اللارفا دي ديفرنشيت انتو ميل ام فيميل زي اي مخلوق في الدنيا. اوكي، بس يوجوالي ان نيماتود اند ان باراسايتس افتر كوبيوليشن الميل دايز. فدايما هتلاقي جوه الاونكوسيركا نوديول دي هتلاقي فيميلز اند مايكروفيلاريا انسايد ذا يوترس، مش هتلاقي ميلز. الكات سيكشنز اللي هيعدوا فيهم هيعدي فيميلز، وده اللي بيبقى باثوجنومونيك. وخليكم تشوفوه ان شاء الله بعد الميد تيرم، خليكم تشوفوا الاونكوسيركا نوديول كات سيكشن وتشخصوه في المعمل. طيب ايه بقى الفرق بين الكالبر سويلنج والاونكوسيركا تيومر؟
او الانكوسركوما. شايف الكالبر سويلنج ده هنا موجود فين؟ موجود في الدراع عند هنا كده. اوكي، كالبر سويلنج ده دلوقتي موجود هنا، بعد 3 ساعات ممكن الاقيه هنا او ممكن الاقيه هنا. اوكي، سو اتس ا تمبرري سويلنج. ريليتد لايه؟ ريليتد على حركه اللور ادلت. مكان ما بتتحرك حواليها بتطلع allergens او allergic products بتسبب تكون هذا السويلنج. يبقى في ادلت ورم جوه الكالبر سويلنج؟ لا. في مايكروفيلاريا؟ لا. وبيبقى بينلس وطف. مش بس كده، بيبقى موجود قريب من الاكتيف جوينتس، يبقى موجود هنا عند عند الريست، عند الالبو، عند الني، عند الاكتيف جوينتس. اوكي، طب مال الانكو سيركا تيومر عباره عن ايه؟ عباره عن نوديول اوفر بوني بروميننس. هبص الاقيها ممكن عند السكابيولا، ممكن عند البلفيك هنا عند البلفس. اوكي، ممكن عند الاوكسبوت. وانهي تبقى اخطر، اللي عند السكابيولا ولا اللي في البلفس ولا اللي في الاوكسبوت؟ في الاوكسبوت. ليه؟ عشان قريبه جدا من العين، فالمايكروفيلاريا بتاعتها ممكن تعمل ايه؟ تعمل بلايندنس. شكرا. مش بس كده، وحضرتك لما تعمل فيها كات سكشن او تشيلها باي نوديولكتومي، بتتشال بتكنيك اكتومي معناها ريموفال، وتعمل فيها كات سكشن، هتلاقي فيها الادلت ورم جواها كات سكشن في اليوترس، جواه كات سكشن في المايكروفيلاريا. نعم. نعم. بلايندنس؟ لا، لو حصلت كورنيال اوباسيتي خلاص ذيس از ايرفيرسبل، يبقى لازم هيحصل كورنيوبلاستي، بقى بيروحوا بقى يشيلوا الكورنيا ويحطوا قرنيه ثانيه. الكورنيا دي اللي هي الشفافه اللي قصاد عينك، الطبقه الشفافه اللي قصاد عينك اللي انت بتشوف من خلالها الضوء بيخش من خلالها. مش بس كده كمان، وممكن بتعمل ريتينال افكشن، بتعمل انفلاميشن اوف ذا ريتينا، ويكون ده لانها دخلت هي نفسها موجوده جوه الاي في الانتيريور تشامبر او بوستيريور تشامبر، انتيريور بوستيريور قدام وورا العدسه بتاعه العين. مش بس كده، وبتطلع توكسينز كمان. فالإفكت بتاع الأوكلر ليجن بيبقى الاثنين، presence of the microfilaria and its toxins، وهنقوله لسه. طيب، إيه الـ other cutaneous manifestations اللي ممكن أشوفها في الأونكوسيركوزس؟ زي ما اتفقنا، ممكن يبقى عند العيان حاجة اسمها leopard skin defected pigmentation. مش بس كده، نتيجة إنها موجودة كمان وبتفرز مادة بتعمل lost skin elasticity، بتخلي مرونة بتاعت الجلد تتأثر، فبتعمل حاجة اسمها premature senility. يعني ايه premature senility؟ الجزء بالظبط، الجلد يبقى مكرمش كده، أكن الواحد عنده 30 سنة أكنه عنده 60. ليه؟ because of lost skin elasticity. مش بس كده، نتيجة ال lost skin elasticity دي برضو بتحصل حاجة skin folds كده عند الجراين، بقول عليها ايه؟ بقول عليها hanging groin. انتوا اخدتوا اللور ليمب او بتدرسوا اللور ليمب صح؟ يعني فاهمين يعني ايه groin. This region is called the groin region. منطقة دي. This is the groin. Hanging groin يعني skin fold، بتبقى pendulous، واقعة كده مرهرطة واقعة، بنقول عليها اسمها hanging groin. ليه؟ due to the presence of Oncocerca volvulus. مش بس كده، ممكن تروح كمان وتعمل arthritis، التهاب في المفاصل. خدتوا arthritis في الباثولوجي صح؟ طب خدتوا الانتي انفلاماتوري دراجز في الفارماكولوجي تريتنج arthritis من غير ما تاخدوا الارثرايتس في الباثولوجي؟ اكيد خدتوها. طيب، what are other manifestations بقى؟ خليني اشوف الاوكيولار manifestations in both parasites. The ocular manifestations، شايفين in lower eases، شايفين الادلت ورم is traveling under the conjunctive، موجوده اهي تحت الكونجنكتيف. بتتشال بسيرجيكال ريموفل. مش بس كده، لو بصيت على الاونكوسيركوزس، بتعمل سودانيز بلايندنس او ريفر بلايندنس which is serious in contrast to eye worm disease which is caused by lua. مع ان lua يعني ما بتاثرش، ما بتعملش فيجوال ديتيريوريشن، بس سموها اي worm. سموها اي worm ليه؟ عشان مجرد شافوها تحت الكونجنكتيف. انما بالنسبه للانكوسيركا بتعمل الريفر بلايندنس which is due to ايه؟ ريفر بلايندنس ده سببه ايه؟ الادلت ولا مايكروفيلاريا؟
ليفر بلايندنس ورث سببه المايكرو فيلاريا صح؟ تمام. طب امال الاي ورم ديزيز سببه ايه؟ الادلت ولا المايكرو فيلاريا؟ ادلت ورم. يبقى الاي ورم ديزيز از ديو تو مايجريتنج ادلت ورم بات Sudanese blindness is due to migrating larvae with its toxins. هشخص العيان ازاي؟ مين هعمل له بلاد فيلم ومين مش هعمل له؟ تفتكر هعمل بلاد فيلم في اللوايزس؟ لوايزس؟ لوا لوا؟ تتنقل بالكرايزوبس؟ هعمل له ولا مش هعمل له؟ ولا هعمل الاثنين؟ هعمل الاثنين ماشي؟ أنا عايز أعمل الاثنين. الاثنين في السودان والاثنين في نفس المكان في سويلنج كده انا مش عارفه ده ايه فعملت بلاد فيلم للاثنين هعمله بالنهار ولا بالليل؟ نهار برافو. طيب عملته بالنهار مين هلاقي فيه شيست مايكروفيلاريا ومين مش هلاقي فيه مايكروفيلاريا؟ هلاقي فري لوا لوا هلاقي فيها شيست مايكروفيلاريا والانكوسيركا هلاقي فري. تمام يبقى انا كده شخصت اللوا لوا. يبقى السويلنج اللي قصادي ده عباره عن ايه؟ اسمه ايه؟ سكين سويلنج اللي جاي بيه العيان هيبقى اسمه كالابر سويلنج صح؟ طب اما لما لقيتش فيه بقى في البلاد فيلم ده ما لقيتش فيه مايكروفيلاريا هضطر اعمل ايه بقى؟ هعمل حاجه اسمها بايوبسي. هعمل حاجه اسمها بايوبسي. ايه البايوبسي دي؟ يعني هاخد عينه من النوديول اللي قصادي. العينه دي يا هاخدها بنوديولكتومي يعني هشيل النوديول واعمل فيها كات سكشن هيبان لي كات سكشن لقصادي ده الفيميل بروفوكينج فايبرس رياكشن حواليها ها مش خدتوا فايبرس رياكشن في الكرونيك انفلاميشن في الباثولوجي تمام وموجوده جوه الانكوسيركا نوديول او هعمل اسبيريشن حوالين النوديول ساعتها هلاقي ايه دايجنوستيك ستيج هتبقى ايه هتبقى المايكروفيلاريا بس يبقى هشيل عينه من النوديول او هعمل نوديولكتومي هلاقي فيها كات سكشن في الادلت فيميل اند انسايد ذا دبليو تراي في مايكروفيلاري. شفطت من السكن حوالين النوديول هلاقي المايكروفيلاريا بس. يلا كده نلخص كده الحالتين اللي شفناهم دلوقتي دول. حضرتك عندك او ده الاثنين ده الفور ارم دين الاثنين وزي ما احنا شايفين في هنا ايه؟ سويلنج الناحيه دي شايفين السويلنج ده؟ عندي سويلنج بعدين لقيت هنا العين مفيش حاجه في الكورنيا بس في ورم موجوده كده اندر ذا كونجنكتايف. الراجل ده او موجود فين؟ الراجل ده موجود في مكان موجود عندي فيه الفيكتور ده. ايه الفيكتور ده يا ولاد؟ ها اللي عنده الكالرد ايز والوينجز السترايت دي اللي انت عايز تقاومه وتعمل له كومبات ده. فلاي مش كده؟ كرايزبس فلاي. طيب حضرتك عملت له بلاد فيلم لقيت ايه في البلاد فيلم؟ لقيت مايكروفيلاريا ان بلاد فيلم باي داي. ايه تاني؟ يبقى بالتالي دي كانت ايه دي؟ اللي انت حضرتك شايفها دي؟ دي كانت الاي ورم صح؟ وكان السويلنج ده ايه؟ كالابر سويلنج. ومين الكوزيتيف باراسايت؟ is lower lower and the diagnosis is lower yeasts. يلا نشوف بقى الحاله كده بتاعت الحاله الثانيه. اوكي. جه لحضرتك العيان اهو بصيت في عينيه لقيت في كورنيال اوباسيتي بايلاترال كورنيال اوباسيتي في العينين الاثنين القرنيه معتمه لونها ابيض كده مش شايف. خلاص فكون انهم موفابل يبقى هم موجودين سبكوتينيوس. وهما نان تندر غير مؤلمين اثناء الكشف. يعني انا لو العيان بيحس ببين اقول بين عنده بين انما انا لو ضغطت عليه وحس ببين اقول تندر. فهنا there is no tenderness. They are non tender. هضغط على النديول العيان مش هيقول اي. اوكي؟ طيب في ايه تاني؟ ده موجود في منطقه فيها فيكتور ها اللي عنده الهورني انتنا ده وعنده الوينج ضعيف ولونه كافي بين اللي عنده الفيكتور ايه فيميل سيميوليوم. عملنا له بلاد فيلم. البلاد فيلم عملناه قد ايه؟ ما طلعش فيه اي حاجه طلع فري. فاضطرينا نعمل ايه بقى؟ اضطرينا ناخد بايوبسي دايجنوزس باي بايوبسي. عملنا نوديولكتومي لقينا فيها ايه؟ لقينا فيها كات سكشن
في الادلت فيميلز اللي انتم شايفينهم كات سيكشن في الادلت فيميلز وجواهم النقط الدوائر الصغيره دي كات سيكشن في المايكروفيلاريا. يبقى بالتالي هقول على الريبورت اللي جالي من المعمل قال لي ايه كات سيكشن ان بايوبسي سامبل شوت كات سيكشن ان ادلت نيماتود وذ مايكروفيلاريا انسايد ذا دبليو تراي. يبقى بالتالي هقول على ده ايه التشخيص، هقول عليه اونكو سيركا تيومر او كات سيكشن ان اونكو سيركوما. تعرف اي حاجه بتتشال من الجسم لازم تروح المعمل تتحلل علشان نقول ده ايه. يبقى بالتالي الكورنيا الاوباستي دي سببها ريفر بلايندنس اند دايجنوسيس، والنوديول اللي على الني دي اونكو سيركا تيومر اند دايجنوسيس از اونكو سيركوزس. خلاص طيب هنعالجهم ازاي؟ نعالجهم ازاي؟ انا شخصتهم عملت بلات فيلم، ولما لقيت البلات فيلم ده فري وعملته بالنهار، ولما لقيته فري اضطريت اخد عينه من البايوبسي. اوكي انما ممكن اخد عينه من كالبر سويلنج؟ ممكن اخد عينه من كالبر سويلنج؟ بتردوا يا اولاد لا ليه؟ عشان مش هلاقي فيها حاجه. برافو عليكم. طيب هعالجه ازاي؟ هعالجه ب لو انا شايفه الادلت لوا لوا وبتتحرك وفي كذا واحده طبعا اكيد حتى لو مش بينفول ذي ار يعني العيان مش هيبقى مطمن تمام، فممكن تتشال باي سيرجيكال ريموفل بتتشال. طيب امال في الاونكو سيركا؟ الاونكو سيركا نوديول دي لازم اعمل لها نوديولكتومي، لازم اشيلها لان هتطلع المايكروفيلاريا هتروح تاذيني، هتاذيني في عينيا وهتاذيني في مفاصلي وهتاذيني في كل حته، ما لازم اشيل النوديول نوديولكتومي في الاونكو سيركا تيومر. طب حدي ايه علاج؟ ايه الدواء اللي ممكن اديه؟ حدي دواء اسمه ايفرميكتين وهو الدراج اوف تشويس. وهو الدراج اوف تشويس. ليه هو الدراج اوف تشويس؟ هو بيتاخد مره واحده وبقدر اكرره تاني بعد ست شهور. مش بس كده هو بيشتغل على المايكروفيلاريا، هو بيقتل المايكروفيلاريا، فهقول عليه ايه؟ مايكروفيلاريسايدل. يبقى الدواء ده مهم في ايه؟ الايفرميكتين ده مهم في ايه؟ مهم في ان انا اقتل المايكروفيلاريا فهوقف الترانسميشن سايكل، صح؟ يبقى كده المرض وقفت الترانسميشن اوف ذا ديزيز. طب المايكروفيلاريا طول ما هي عايشه في جسم الانسان هي في بالانس فما بتعملش مشاكل خالص، لما بتبدا تموت بتبدا تعمل الرجي. والالرجي ده لازم حديله انتي الرجيك دراج. يبقى لازم حدي للالرجي انتي الرجيك دراج، وحدرس الانتي الرجيك دراجز بالتفصيل في سنه ثانيه ان شاء الله في الفارماكولوجي. طيب حدي ايه معاهم؟ انا عايزه انا قتلت المايكروفيلاريا بس سايبه الادلت. طب انا لازم ادي ماكروفيلاري سايدل دراج. يعني ايه ماكرو؟ يعني يقتل الادلت. Works on the adult. The macrophyllary sidal drug in case of loiasis is albendazole. وباخده اورال عادي. سنجل دوز عادي. The macrophyllary sidal drug against the adult in oncocerca is soramine and it's taken intravenous. سورامين. طب ليه ما اديتش البندازول؟ ليه ما اديتش؟ لان the adult worm enclosed the fibrous tissue. الادلت worm دي عايشه جوه fibrous tissue. دواء اللي هديه اورال ده عمره ما هيوصل لها. فعمرها ما هتموت. وما فيش البندازول انجكشن، فهم لقوا ان السورامين which مع انه not FDA approved. This is يعني ليه سايد افكتس كتير بس بيضطروا يدوه في الهيفي انفكشن لما يبقى فيه مالتيبل نوديولز مش معقوله هيقطعوا العيان كله. انا بقول نوديولكتومي، نوديولكتومي دول لو اتنين تلاته، انما لو في 10 هقطع الموجودين في الاماكن الخطيره، هبدا اللي هم موجودين قريبين من العين والباقي حد علاج، هضطر ادي سورامين. والعيان اللي بياخد سورامين انترافينس بيبقى هوسبيتالايز. الكنترول بريفنشن كنترول بالاضافه ان انا لازم اشخص الحالات واعالجها واعالجها بمايكروفيلاري سايدل. هو كان اسمه ايه المايكروفيلاري سايدل يا اولاد؟ كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ مايكروفيلاري سايدل كان اسمه ايه؟ البيئة المايكروفيلاريا كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ ايفرميكتين. كان اسمه ايفرميكتين. لازم اشخص الحالات وادي ايفرميكتين علشان امنع الترانسميشن. ها؟ ده في الكنترول برضو، ده جزء من الكنترول.
واعمل فيكتور كومبات واعمل فيكتور كومبات. اهم طريقه للفيكتور كومبات اللي حضرتك هتنصح بيها الكوميونتي او الناس اللي جايه، او انت رحت منطقه في قافله، ها قافله طب وقائي ورحت في منطقه، اهم حاجه هتقول لهم يعملوها ايه؟ هيستخدموا كيميكال انسكتسايد ولا يستخدموا فيزيكال مينز ولا يستخدموا بيولوجيكال مينز ولا يستخدموا ايه؟ فيزيكال مينز مهمه جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي الباد ناتس. ليه؟ لان انا عندي سيميوليان فاست رانينج ستريم، لو استخدمت انسكتسايدز مش هتبقى، وعن ان هم في الاماكن في الفورست دي بيرشوا الانسكتسايدز بطيارات بالطياره فعلا، بس اللي بيحصل ايه؟ فاست رانينج ستريم، ذا انسكتسايد از جوينج بي واشد رابيدلي ويطلع نيو strains more resistant to the insecticide كمان، هيبقى عندها insecticide resistance. ها وده أهمية المولكيولر باراسيتولوجي. insecticide resistance ده بيحصل mutation في الجين بيطلع another generations that are not affected by the insecticide. عايزين بس نفتكر مع بعض حاجة كده. عندي في حاجة اسمها periodic microfilaria، صح؟ نتفق على ذلك؟ وعندي حاجة اسمها نون بيريوديك مايكروفيلاريا. هي مين النون بيريوديك؟ أونكو سيركا. هي نون بيريوديك ان ريليشن تو وات؟ يعني ايه نون بيريوديك دي؟ ويعني ايه بيريوديك؟ يعني ايه؟ بتظهرش في الدم، برافو عليك، بتظهرش في الدم. نون بيريوديك يعني ما بتظهرش في الدم. طب امال البيريوديك عندي كام مايكروفيلاريا بيريوديك؟ اثنين. اللي هم مين؟ شرارية بتظهر امتى؟ نكتورنال. واللوة لوة بتاعت النهاردة بتظهر امتى؟ دايورنال. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ نعم. داي تايم ده اللي هو من 10 الصبح لحد الساعة 2 بعد الظهر، هو ده الداي تايم اللي هو ده أحسن وقت أعمل فيه الدايورنال بلاد فيلم لو أنا شاكك إن الحالة بتاعتي لويز. حد عنده سؤال؟ نعم. إيه عايزه بس اوضح لكم بعض الاشياء في المايتس كده، مش طول عليكم بس اوضح لكم بعض الاشياء في المايتس. حضرتك لو تحب نخلص. حد عنده سؤال يا اولاد؟ طيب فاهمين يعني ايه تندر؟ حد عنده سؤال كده؟ خلاص خلصنا المحاضره بتاعتنا. ها دلوقتي تقدر تشخص اللوييزس والاونكوسيركوزس بمنتهى السهوله. عارف تعمل ايه؟ مش كده؟ عارف تعمل ايه عشان تشخص؟ عارف دلوقتي، انت اكسبرت. تمام، شكرا.